الناحية الطبية رشا كتير مهمة، يلي دايما من بداية شهر رمضان الكريم لحد اليوم عم نستضيف الأطباء وناخد الكتير من النصائح بطريقة أفطار تكون صحية وسليمة لحتى نتفادى كتير من المشاكل. اليوم طبعا ضيفنا لليوم الدكتور أحمد نسيب عرق سوسي، استشاري الجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر، أمين سر الرابطة السورية للجراحين العامين. رح نحكي معه كتير من التفاصيل وأهم النصائح عن الصحة الجسدية. يسعد صباحك دكتور ورمضان كريم. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. كان لنا لقاءات بالاسابيع الماضية وحضرتك خبرتنا ببعض النصائح، بعض القواعد اليوم المفروض الصائمين وغير الصائمين نلتزم فيها كرمال نحافظ على سلامة هذا الجسم. خلينا هيك نستذكر ولو بعض القواعد اللي حكينا فيها. هلا احنا حكينا انه احنا يكون دائما وجبة السحور تكون متوازنه، شلون غنيه بالكربوهيدرات اللي يعني تحررها بطيء مثل الموز او البطاطا الجزر كذا. كيف تكون وجبه السحور اقرب ما يكون يعني للاذان، يعني ما انه في ناس بتسحر الساعه 12 بتنام، لا، وقت السحور الساعه 3:30 4، يعني نكون انه اقرب ما يكون للصيام. وجبه الافطار تكون متوازنه وبتسلسل، يعني نبلش بسوائل، افضل شيء يكون مي مع شويه تمرتين او ثلاث تمرات، عصير طبيعي اذا ما في مجال، تمام. تريح 4-5 دقائق، مش ممكن واحد يصلي فيه المغرب بالوقت هذا، بيرجع بعدين صحن شوربه، صحن سلطه، كيف بعدين الوجبه الاساسيه. لان احنا كان في عندنا تفاوت باكثر من شغله، انه في ناس عندهم حالات خاصه بس مثل حالات القلس المريء المعدي، هذول عاده المفروض يكون وجبتهم تكون صغيره وكثيره، يعني اكثر من وجبه. مو ضروري وقت الفطور ياكل الوجبه الكامله، يعني ممكن ياكل وجبة خفيفة وبعد 3-4 ساعات يكفي وجبة ثانية وهكذا. يعني في عندنا كان حالات عم نحكي فيها مشان انه مرضى اللي عندهم حصيات مرارية، مشان ما تتفاقم معهم الامور ويصير مثلا لا قدر الله التهاب مرارة حاد الضغط الداخل بشكل اسعافي، تجنب الدسم، الاكسام من السوائل مشان ما تكثف الحصيات اكثر، تمام. اهم شيء تجنب الدسم، تكون الوجبات الثقيلة ما ناكل وجبات ثقيلة، هي كانت احد الشغلات. الشيء كنا حكينا كمان مشان نحن مفضل الحالات الخاصة، يعني مثلا عمليات بدانة كذا، انه احنا ممكن يصوموا بعد 8 اشهر من العملية، بانه انتباه انه ما يهبط تركيز السكر عندهم، يعني ما يصير غشفة خفقان كذا، فالحال يفطروا مباشرة. ووجبة الفترة تبع الافطار يعني من اذان المغرب لاذان الصبح يستغلوها انه كل 3 ساعات وجبات خفيفة واكسام من السوائل لتجنب تشكل الحصيات الكلوية. دكتور، هي النصائح العامة يلي نحن بنتمنى اللي عندهم مشكلات صحية أو ما عندهم يلتزموا فيها، لكن إذا بدنا نحكي عن المراجعات لعيادة الأطباء، شو هي أبرز المشكلات عم بتكون اليوم؟ وشو هو الخطأ يلي يمكن عم يوقعوا فيه؟ هلا يمكن حكينا أنا وغشر كنا قبل الحلقة قبل رمضان بشوي، أغلب الشغلات بتصير عندنا منها هي بعد فترة أسبوع 10 أيام التهاب مرارة الحاد، يعني هلا كنا بنحكي فيها. مريض عنده بيكون حصيات مرارية بتكون لا عرضية، يعني ما عنده مشاكل، طبيعة يعني العادات تبعيته منه مثلا تناول الوجبات الدسمة أو الحلويات الأشاطية كذا، صحن النهش أو البقلاوة أساسية هي في رمضان بتكون، يعني فللأسف بعد أسبوع 10 أيام عم تكسر هالحالات. هي عرفت كيف إنه عم يصير آلام بالبطن، مراجعة، آلام بالكتف، تطلع بتلاقي في علامات على الإيكو إنه التهاب مرارة حاد. عرفت كيف؟ هي مضطر إنه أحيانا إنه يعني يوقف الصيام وحيساوي عملية الأيام بسيطة، بس يعني كان ممكن نتجنب الحكي هذا. في أشياء الشغلات اللي بتصير معنا برمضان هي شغلات التهاب مرارة الحاد. في عنا نحن مرضى القلص المريء المعدي، للأسف في نصائح بسيطة وهن بيعرفوها يعني، بس يعني عدم التزامها، واحيانا الواحد بيضطر يجامل مثلا انعزم او كذا، شلون الوجبات الثقيله عم تخلي تتفاقم هالمشكله هي بشكل كبير. نحن مفضل قاس المرء الحجابي اتفقنا انه بيكون عم ياكل وجبات خفيفه متوازنه، هينا وضعيه النوم تبعيته منه بتكون سريره 45 درجه، يعني بحيث انه الجاذبيه شلون تخلي حمض المعده ما يطلع لفوق على المريض، يضل دائما تحت، تمام. تجنب الالبسه الضيقه المشدات كذا شلون، والنوم على الجانب الايمن، يعني هذا بيخلي المعده على الوزن تبعته انه يصير تعمل مثل الدسام، فبتمنع انه عوده الحمض من المعده الى المريء. هي نصائح بسيطه يعني، بس يعني مثل قلت لك عدم الالتزام فيها
عم يفاقم شوية مشاكل، كيف نحن إن شاء يعني بغينا عنها. بس دكتور في نموذج تاني يمكن هذا نحن ما حكينا عنه أو هو نسبته كتير قليلة. نموذج التاني دكتور هو النموذج اللي بيهمل وجبة السحور، هو اللي طبيعة جسمه أو طبيعته هو أكله كتير قليلة، بيجي وجبة الفطور بيكتفي بوجبة كتير قليلة، السحور بيلغيها تماما. هذا الشيء كمان يعني اللي زايد مثل ما بنقول نحن أخو الناقص، كمان هي بتعمل مشكلات كتير كبيرة على الصحة الجسدية على الأمعاء. لا نحن قلت لك أنا كنت أول عم نحكي الاستعراض، نحكي انه نحن وجبه السحور تكون اقارب ما يكون يعني لاذان لفتره الصيام. يعني قلت لك في ناس بتتسحر 12 بتنام وخلاص ما في داعي شلون. هلا نحن يعني الصيام هو عباده بنفس الوقت، ففي سنه نبويه معينه حديث الرسول اللهم صل تسحر فإن في السحور بركه. هلا فتره الانقطاع 14 ساعه قد ما كان الانسان متعود وكذا يعني اكيد في ارهاق على الجسم. نحن يعني في ناس مثلا عندها بيكون مشاكل بالكلاوي او كذا هيك مو منتبهين لها، كيف انت عم تفوت الجسم بمخمصه يعني عم تخليه انه فتره ما عم ياكل كذا شلون. ممكن يصير معنا حماض استقلابي يكون بقصص نصيب قصص ثانيه شلون، يعني بجوز حاليا ما تبين معك مشكله سريعه كيف، بس على المدى البعيد شلون حتلاقي ممكن تصير مشاكل. نحن اختي الكريمه التوازن بكل شيء سواء الفطور كذا شلون الوجبات الكميات كذا، وبنفس الوقت يعني في 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 قواعد معينه شلون. الانسان قد ما كان ما بيكتفي بوجبه واحده، كيف المفروض نحن على الاقل شلون تسحر ولو بشق تمره شلون، يعني بس شيء انه يعني واحد يقود حاله شلون بحيث انه اخذ سوائل كفايه وكربوهيدرات سكريات تعينه اثناء النهار شلون. هلا نحن في ناس اللي عم تحكي عنه انه ايه والله باكل وجبه واحده بس حط راسه ونايم طول النهار شلون والله يعني بتكفي نص وجبه او اخر شيء انه مثلا لا تاخر رمضان كذا عود جلس كذا اشتغل شغله كذا. كغايه انه نحن يمكن تشوفي معظم الانتصارات الفتوحات كذا كانت شهر رمضان شلون، هو شهر عمل مو شهر بس نوم واسترخاء وكلياته شلون. فنحن مثلا زايد اخو الناقص شلون توازن بالاكل بالسحور الفطور شلون بين الوجبات يعني كثير سوائل كلها هي نصائح يعني هي بسيطه شلون بس بتساعدنا انه الصيام امن وبهدوء شلون بدون يقول لك دكتور انا مشتهي كل شيء تجي وجبه الفطور انا مشتهي اكل كل شيء وكل الحلويات وكل العصائر وهون الكارثه. هي عادي فرح اكثر ما تكون حاجه للجسم انه نحن على اساس مدري شو عاملين يعني تمام بس كم ساعه صيام. احنا معلومه دائما بنحكيها كنا مشان مفضل بدني وكذا، انت مجرد ما تبلش تاكل اول لقمه تطلع سيالة عصبية من المعدة للدماغ مركز الشبع انه احنا بلش ياكل تمام. هي عادة بتاخذ 7 دقائق لعشر دقائق لحتى انه رسالة انه تطلع انه كيف خلص شبعنا شلون. فالفترة السبع دقائق اكلت فيها 3 لقم اكلت فيها 100 لقمة رسالة حتطلع بعد 7 دقائق حتطلع بعد 7 دقائق. فهي عمل لك التوازن يعني شو لك انه احنا مثلا شرب مي اكلتها مرتين قام صلى كذا خلص صفيت انه هي تبع مشتهي كل شيء بدي اكل كل شيء شلون حتى خلص من نفسي انا مستعجل وبدي الحق كل شيء. قلت لك هي نحن اهم مشكله بتصير معنا هي المجاملات، يعني انه انت معزوم كذا بتضطر انه تاكل اكل عقد المحبه عم تنحرفي صراحه في مجاملات هلا اكل عقد المحبه الحمد لله لسه في خير الحمد لله في خير عنا. دكتور دائما في كمان من نفس النقطه اللي عم نحكي فيها انه بخافوا بيروحوا لموضوع زياده الوزن ان كان بوجبه السحور اليوم ما في، يعني حضرتك طبيب في اجسام ممكن عندها نسبه الحرق كثير عاليه والعكس صحيح، يعني في اشخاص بتشوفهم بتقول ان اذا انا في باكل الاكل اللي بياكلوه حيزيد وزني بشكل كثير كبير ولكن عندهم هذا الحرق كثير كبير تمام. ففي ناس بتلغي وجبه السحور كلها كرمال تهرب من زياده الوزن. شو اهم اليوم نقص الفيتامينات اللي ممكن ياثر عليهم؟ هلا احنا اول شغله عندنا نقص الفيتامين هو اساسي جدا بجميع مشاكل البدن، عرفتوا نقص فيتامين د عم يخلي انه الاستقلاب ما يكون جيد فعم الجسم ياكل. هلا انا بس المعلومه اللي بحب احكي دائما احنا كثير بنشتغل عمليات بدنيه وكذا، فما بيجوا عند الدكتور انا بعد العمليه ما استمشوا الدكتور والله ما باكل وجبتين افتو ما زيك ما انحف بس ما كذا. الجسم وقت بتفوتي بمخمصه انه هو مثلا ما ياخذ كفايته مثلا او انه يعني مثل وجبه واحده وكذا، بس انه هذا عندك عم يرتفع هرمون الكورتيزون. هرمون الكورتيزون هو هرمون دفاع، يعني فوقت بيرتفع هرمون الكورتيزون ما تاكل بس الجسم خلص صار يعني بحاله دفاع كيف، فصار الحرق كثير بطيء. نحن بالعكس انه اذا بدك تنحف
وازن وجباتك، ووجبه الفطور هي اساسيه. طبعا بنحكي صرنا بغلط رمضان، الافطار صباحا وجبه كثير مهمه. عرفت كيف؟ في ناس بدك انا بفيق وبشتغل بشرب كافي وهيك باكل، بس هذا غلط. وجبه واحده او وجبتين بيكون مو متوازن. احنا بنحكي على وجبه السحور انه بتخوفوا منها، خاصه بتخوف. الصبايا لا لا طبعا. لا لا اختي بالعكس، لانه انت هون الفتره هي بيكون الكورتيزون في الصباح هي اكثر شيء بيرتفع الكورتيزون فتره الصبح. فانت اذا ما اخذتي يعني ما لعبتي على الجسم انه انت عم تاخذي كفايه، عم تاخذي كميه، عرفت كيف؟ حيطلع الكورتيزون اكثر، فبالعكس الحرق بيصير ابطا، يعني عكس الناس ما بتفكر. بالعكس خذوا وجبتين وممكن ثلاث وجبات بفتره الافطار وبسيطين وخفاف، احسن ما تاخذ وجبه وتقول انا اكتفيت، ما بتنحف، بالعكس بتزيد امور اكثر. الكورتيزون متى ما بتفع يعني خلص الجسم صار الحرق تبعته منه بطيء بطيء بطريقه ما بتخيلي، عرفتوا؟ فلا توازن امورك اكثر من وجبه وبهدوء، عرفتون؟ بنلعب على الجسم، الكورتيزون بضل مستوياته واطي، عرفتون؟ بصير الحرق افضل ان شاء الله. دكتور اليوم انت بتقول لبعض المرضى وبعض الحالات انه نحن نتوقف عن الصيام، طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت حضرتك بتقول انه نحن لازم نوقف الصيام، الحاله الصحيه اليوم ما بتسمح نكمل الصيام. هلا نحن بالنسبه لنا كجراحين يعني هي حالتنا الجراحيه وتكون عاملين عمليات او مثلا التهاب شديد او كذا، شلون؟ فنحن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلص يفطر. و طبعا الفكره الاساسيه بكل شيء، في ناس شو بتطيق يعني ايش كيف انه انت يعني ممكن دكتور يقول لك افطار وكذا، بس انت استفتي نفسك ولو افطارك المفطوري، بضل الواحد هو قدر انه هو غضبان يصوم ولا مو غضبان يصوم. نحن بس بنركز على شغله كثير مهمه، ما بنسكر بالنمط الثاني يعني عرفتوا؟ زمان تبعون الغدد بيحكوا احسن منا فيها بالقصه، بس هو بيكون مثلا بيكون مضبوط سكه وكلها، ولكن مع ذلك انت هالفتره الانقطاع عم تفوت الجسم بحموض، هذا بيأثر على المستقبل على المشاكل بالكلوية. بجوز رمضان هذا يوم رمضان الثاني يكون انت عم تفوت بقصور كلوي يعني يعني تترقي مشاكل الكلية بشكل كذا. هذول بدهم كثير معايره قويه، عرفتون؟ وكثير مقاومه اطباء الغدد لحتى انه يصوم او ما يصوم. نعم. لكن نحن اختي كريم يعني بالجراحه نحن وقت تكون عامل عمليه فتره استشفاء نقاهه كذا، عرفتون؟ ما بضل اوامر كلهم لا تصوم، عرفتون؟ بس برجع بقول لك يعني كل حاله تدرس بحال، عرفتون؟ وبالنهايه يعني الواحد يعني ان الله يحب ان تؤخذه ويخصه وكما تؤخذه عزائمه، عرفتون؟ وقت بيقول لك الطبيب يعني ثقه انه خلص افطار، ما في داعي الواحد صحيح. لأن شفنا مآسي كثير الحقيقة، يعني شفنا مآسي كثير، مرضى فاتوا بحماض وكذا، وصلنا كده يعني عناية مشددة بشغلات إنه هي ما بدها يعني، شلون؟ خلص أنت إلك حد معين، شلون؟ فيك تصوم ما فيك تصوم، يعني ما في داعي الواحد يزاود نفسه أكثر. طب الدكتور نحن على يعني بنهاية العشرة الأخيرة من رمضان، بعد رمضان حنفوت بموضوع الفطور. طب نرجع لنفس القصص، الاعياد الحلويات الحلويات الوجبات الصباحيه، فكمان الجسم لساته متعود انه هو له 30 يوم عم يصوم 14 15 ساعه وعم يدخل بمرحله افطار قليله، فكمان حيكون عندنا مشاكل هضميه بالافطار بعد رمضان. فنصائح هيك كرمال نتجاوزها. الله يعني وصل العيد ان شاء الله تعالى وكل عام وانتم بخير. الفكره الاساسيه بكل شيء يعني انا بشغلتين دائما بحكي فيهم، توازن تعاون حديث، وانت لا تجامل اعصاب صحتك. يعني احنا رحت اذا بدي افطر بالعيد مثلا 7-8 عيال، عرفت شو القصه كلياتها؟ 7-8 بيوت كل بيت اسمه، فصرنا حوايات بطريقه ما بتتخيلي، عرفت؟ قطعه دكتور انا جاي اوكي هلا انت بالعاده سوري انت ببيتك مثلا كم قطعه بتاكلي؟ قطعه قطعتين مو ما بتاكلي من قطعه يعني هي ما بعرف حسب تعملها. ماشي هنحكي بشكل عام نحن. فنحن الفكره الاساسيه هي العيد يعني الاعياد موده محبه اكثر من انه نتباهى شو عنا او شو جبنا او كذا، شلون؟ فلا تجامل احساب صحتك يعني هي عملك اهم نقطه، وشويه التوازن، عرفتوا؟ يعني احنا طبعا استنى فتره شهر الجسم متعود المدى 14 ساعه صيام، مو معقول اول يوم عرفتون انه تخرب كل شيء، شلون؟ نعود 30 يوم ب 24 ساعه. فهي توازن اهم شيء، التوازن اكيد اكيد. ولا تجامل احساب صحتك يعني هي اهم النصائح ان شاء الله تعالى. طبعا يعني هي الامور هي سلسله، شلون؟ يعني لا افراط ولا تفريط، لا هيك ولا هيك. أكيد دكتور مشكور على كل المعلومات اللي قدمت لنا ياهون، إن شاء الله يكون هذا الشهر إذا أي شخص بيعاني من مرض فهو فرصة حقيقية لحتى يطيب ويرجع يتوازن جسمه. بنتشكرك دكتور، نتمنى لك أكيد بقية شهر وإفطار يكون شهي مع العيلة، وأكيد بنتمنى لك كل الخير الصحة والعافية. شكرا لك. شكرا.